بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم سنة ستة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل تيست 13 من كتاب بيت باي بيت، هنحل الامتحان 13 من كتاب بيت باي بيت، ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال: listen and circle، استمع وضع دائرة. number 1 she could spell a word، letter A. number 2 we go to the cinema، letter A. Number 3 does he fly the plane by himself، letter A. Number 4 when did you travel to Paris، letter B. تاني سؤال: listen and complete، يعني استمع واكمل. عندنا dialogue، حوار بين operator ووليد، عامل الهاتف ووليد. عامل الهاتف بيقول لي وليد 122 what's the emergency، معك 122 ما هي حالة الطوارئ؟ رد عليه وقال له help النجدة، there is something in my garden، يوجد شيء ما في حديقتي. فأوبريتر عامل الهاتف قال له what is it، ما هو؟ رد وقال I think، أنا أعتقد it's a wild animal، إنه حيوان متوحش. فأوبريتر قال what's your name and address، ما اسمك وعنوانك؟ رد وليد وقال وليد علي، اسمي وليد علي، 22 السلام ستريت، 22 شارع السلام. فأوبريتر قال له stay calm، ابقى هادئا، I am sending an officer now، سوف أرسل لك ضابطا الآن، أو سأرسل لك ضابطا الآن. بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 please، من فضلك. number your papers from 1 to 5، يعني من فضلك رقم ورقك من 1 الخمسة. دي جملة أمرية، يبقى ناخد الفعل اللي في المصدر اللي بدون أي إضافات. number 2 when I was little، عندما كنت صغير السن، I could blow a bubble، أنا استطعت أن أنفخ فقاعة. number 3 she was blowing a bubble، هي كانت تنفخ فقاعة. when two rabbits، عندما أرنبين ran by، جروا بجانبي. يبقى هنا دي قاعدة when، يأتي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط، she بتاخد was وبعد كده فعل مضاف لأي إن جي، يبقى was blowing. number 4 do you like being a pilot، هل تحب عملك كطيار. number 5 I forget my homework، أنا أنسى واجبي المنزلي. number 6 she was in Hong Kong for a week، قلنا حرف الجر اللي بيأتي قبل المدة for. number 7 he plays the drums slowly، هو يعزف على الطبول ببطء. number 8 she was tired، هي كانت متعبة. she was taking a nap، هي كانت بتأخذ غفوة أو قيلولة. بعد كده circle the odd word and replace it with a correct one، بنعمل دائرة على الكلمة المختلفة وبنستبدلها بكلمة مناسبة. number 1 badly quietly loudly good، هنعمل سيركل على good ونكتب slowly ببطء، كلهم adverbs أحوال. number 2 march monday december february، كلهم months شهور ما عدا monday، نعمل عليها سيركل ونكتب may شهر مايو. number 3 himself herself your myself، كلهم reflexive pronouns، ضمائر توكيدية أو ضمائر منعكسة ما عدا your، نعمل عليها سيركل ونكتب yourself بنفسك. number 4 3 heart 4 9، كلهم numbers أرقام ما عدا heart، نعمل عليها circle ونكتب 2. number 5 clouds summer fall winter، كلهم seasons of the year، فصول السنة ما عدا clouds يعني سحب، نعمل عليها circle ونكتب spring الربيع. بعد كده عندنا passage، read the passage and answer the questions، اقرأ القطعة وأجب عن الأسئلة. القطعة بتقول last Thursday، الخميس الماضي، was ولاز birthday، كان عيد ميلاد ولاء. she was 15 years old، يعني كان عمرها 15 سنة. she was 15 years old، كان عمرها 15 سنة، يعني الخميس الماضي كده تمت 15 سنة يوم عيد ميلادها. she had a party، هي عملت حفلة. and invited her friends، ودعت أصدقائها. on Monday يوم الاثنين،
ولا walked to the shops ولا صارت إلى المحلات with her father مع باباها to buy تاني ولا walked to the shops with her father to buy things for the party يعني ولا صارت إلى المحلات مع باباها لكي تشتري أشياء للحفلة. They bought هم اشتروا biscuits يعني بسكويت sweets حلوة and cold drinks ومشروبات ساقعة. Her mother مامتها made cakes يعني عملت تورتات. Her parents والديها يعني باباها ومامتها gave her أعطوها a nice present هدية جميلة. It was a nice dress الهدية كانت عبارة عن فستان جميل. ولا the friends أصدقاء ولا gave her presents to أعطوها هدايا أيضا. They sang songs هم غنوا أغاني and played music ويعزفوا موسيقى. They had a happy time هم قضوا وقت سعيد. أول سؤال على البسج تشوز ذا كوركت انسر فروم اي بي سي اور دي بنختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 لاست ثيرزداي الخميس الماضي ولا ووز 15 ييرز اولد ولا كان عمرها 15 سنه. نمبر 2 ولاز ماذر ميد كيكس فور ذا بارتي مامت ولا صنعت كيكس للحفله. بعد كده انسر ذا فولوينج كويستشنز يعني أجب عن الأسئلة الآتية. نمبر 3 هاو ديد ولاء جو تو ذا شوبس كيف ذهبت ولاء إلى المحلات. شي ووكد تو ذا شوبس أون فوت يعني هي صارت المحلات أون فوت على الأقدام. نمبر 5 سوري نمبر 4 هاو ديد ذي سبند ذير تايم يعني كيف قضوا وقتهم. هنقول ذي هاد هاب تايم. هنزود كمان جزئية في الإجابة هنقول they sang songs هنقول بقى هم عملوا إيه. هم غنوا أغاني and played music وعزفوا موسيقى. بعد كده write a paragraph of 7 sentences about kindergarten teacher. اكتب فقرة إنشائية من 7 جمل عن مدرسة الحضانة. My kindergarten teacher is very kind يعني معلمتي في الحضانة عطوفة جدا. She helps me a lot هي تساعدني كثيرا. I wanted to write the letter دي أنا أردت أن أكتب الحرف دي but ولكن I couldn't لم أستطيع. She helped me how to write it هي ساعدتني كيف أكتبه. I could write the letter أنا استطعت أن أكتب الحرف. I thanked her very much أنا شكرتها كثير جدا. بعد كده I was very happy أنا كنت سعيد جدا. دي كلمة happy HABBY. بعد كده rearrange الترتيب. number 1 How long were they in Cairo؟ يعني كم المدة اللي هما أقاموها في القاهرة؟ Number 2 His brother يعني أخوه has 4 children لديه 4 أطفال. بعد كده بنكتويت the following sentences رقم الجملة الآتية. في number 1 حرف الجي في give وبعد كده full stop في النهاية عشان دي جملة. Number 2 الدبل فوت في الآخر question mark علشان ده سؤال. كده يا حبايبي اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.